جينا وحتى جينا الكسرة اللي بغينا وعلى جينا وحتى جينا هذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار. هذه وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهات الشعبية بعملة تسخير التمارة، وهدفها هو المطالبة بالإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث دوار جديد أو المحجر بالسخيرات. نعتبر هذا الاعتقال اعتقالا تعسفي واعتقالا بهدف وبنية انتقامية من أجل لجم وفرملة الاحتجاجات والقبول بالأمر الواقع اللي هو يتم الآن هدم وسير تكري حتى نعيطوا لك، بمعنى أنه ما كانش مقاربة إنسانية حافظة لك الكرامة الإنسانية ومهيئة لكل شروط إعادة الإسكان، مهيئة للبدائل، يعني بديل ديال البراكة اللي تم الهدم ديالها. إذن اليوم هذه الوقفة هي هدفها واضح، إطلاق سراح المعتقلين وتوقف عن كل السلوكات والتحركات الانتقامية وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات وتمكين الجميع من سكنهم اللائق في إطار عملية إنسانية طبعا حافظة للكرامة ديال المواطنين وديال الجميع. جعدنا الترياب جاو تعداو عنينا في رمضان في الشهر الكريم في شهر الغفران، جاو تعداو علينا ما عرفنا راسنا واش صمنا ولا ما صمناش بالصراحه. جاو قال لك غتخرجوا غنريبوا ليكم، في غتخرج في غنمشيو دبر راسك. لا هو غنخرج لا الله اعلم، خرج جاو ريبوا لنا داو الدراري في غنمشيو الله اعلم، الدراري مشاو للحبس. ولدي ها هو عنده 17 عام، ملي جاو بغاو يهزوا عالي ضربوا بابا ضربوا خويا ضربوا ماما ضربوا اختي. ها هي ملي كتقول لي نطلب في المخزن تنقول لهم خويا راه ما دار حتى شي حاجه، الدري راه كان في الدار معنا ما كاين حتى شي حاجه، تيقولوا لي غادي نديو نهضروا معاه ونجيبوه. قلت له راه كيف ما ديتو الاخر راه غديو هذا. لا كنطلب فيه ضرب ماما مسكينه طاحت الارض، ضربني انا كيضرب خويا، كنقول له فين غادي بالدري، كيقول لي غنطحنوه وغنديروه كفته. كنطلبوا فيه وكيضرب في ماما وكيضربني انا وكنطلب فيه التصاور ديال ماما مضروبه وديال بابا وضغط بزاف، وكنتجروا معاه مسكين سخف طاح في الارض. كنغوت كنقول لي خليني غنشوف غير خويا مالو، غنشوف غير مسكين مالو شنو طاري ليه. عرفتي كي داروا ليه؟ بحال شي حاول يذبحوه في الارض، هزوه لحوه في الصطافيط ووركوه وخلاوه بنادم كنتلاحوه في الارض. ماما مسكينه طايحه، بابا داير مسكين الحديد على رجلو، دفعوه 15 يوم مسكين ما كيقدرش يتحرك من الارض. قالت لي ماما علاش اخويا علاش هاد الحقره علاش هاد الظلم هذا اللي خويا اللي حنا غنحسوا حنا بالامان نحسوا حنا بالحقره، راه خويا هذا لا حنا راه شويه غير شويه وغادي نطالبوا باش حاجه يخرجوا، كنطالبوا بحقنا وباقين ومضامنين وباغين حقنا، والدراري خرجوا خويا واخا نموتوا كاع ماشي واخا نموتوا غنبقاو طالبين حقنا، لان حنا كنهضروا على حقنا. ما بغينا والو، ما بغينا فيلات ما بغينا طوموبيلات ما بغينا قصور ما بغينا والو، بغينا ولادنا يخرجوا وبغينا حقنا وما بغيناش نضيعوا. 9 ديال الدراري هما اللي حاربوا 500 ولا 400 ديال المخزن، هاد 6 ولا 9 اللي هما اللي حاربوا المخزن، هما اللي جايين كيهجموا على عباد الله وضربوا الراجل وضربوا امراه، غيدوا 9 ديال الناس هما اللي هجموا على داك المخزن، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وحنا ما مسامحناش ليهم وغادروا على دعوه قضائيه على الضرب اللي ضربوا لي ماما وضربوا لي بابا. انا واخا ضربوا لي وكرفصوا لي خويا ماشي مشكل، ولكن مام وبابا غادي نتابعوهم قضائيا، وحنا باغيين العداله لخوتنا يخرجوا وحقنا ما غادي نهزوش عليه.